السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع بداية ما يسمى بعملية طوفان الأقصى انقسم الناس فيها ما بين مؤيد ومعارض. طبعا المؤيد اللي هم الجماعة التابعين لحركة حماس، واللي كان عندهم حسن ظن بأن العملية دي هيكون فيها خير لإخواننا الفلسطينيين، وممكن إنها تكون سبب في استعادة أراضيهم المسلوبة. طبعا المعارض ده كان ليه نظرة بعيدة شوية، يمكن كان عنده نظرة أكثر عقلانية، لأنه كان بيدور في يعني في بالدرجة الأولى على مصلحة الفلسطينيين من حيث أمنهم وأمانهم وحياتهم. ليه؟ لأن أنا أخوانا مش معقول أكون غير قادر على مواجهة عدو مسلح بهذا التسليح، وأنا كل ما أمتلكه بعض الأسلحة الصغيرة، وأقوم أروح إن أرمي نفسي في التهلكة. هذا الصنف اللي هو خايف على أرواح الفلسطينيين قوبل طبعا بهجوم مضاد وبهجوم شديد، واتهموه في دينه، واتهموه في وطنيته، واتهموه في كل شيء. لا ده متعاون مع الصهاينة، لا ده متعاون مع الكيان، لا ده ضد المقاومة، لا ده ما بيحبش مصلحة الفلسطينيين، إلى آخر الكلام اللي احنا عرفناه. حتى إننا شفنا بعض الأصوات اللي طلعت وقالت إن غزة فاضحة، وأنا معاهم بالفعل، غزة فاضحة. يمكن بعد مرور النهاردة كام شهر، يمكن 8 شهور أو أكتر على هذه العملية، فهذه العملية فعلا كانت فاضحة. ماذا حدث لغزة بعدها؟ ماذا استفاد الفلسطينيون من هذه الفعلة؟ أين الآن من كانوا يخرجون، اللي كانوا بيطلعوا يجعجعوا ويصيحوا ويهيصوا ويقولوا الجهاد ويقولوا المقاومة، هم فين؟ طبعا كل دول دلوقتي اختفوا، كل دول احنا مش سامعين لهم صوت. طيب حد يقول لنا ابو عبيدة ده فين؟ ليه ما طلعش اتكلم بخصوص اللي حصل لإسماعيل هنية؟ برضو ما سمعناش ليه صوت. فين شوية الشباب المسكين المغيب اللي كل ما ابو عبيدة ده كان يطلع ببيان يطلع لنا الشباب ده ويهيص، وابو عبيدة واللي هيحرر القدس واللي 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 واللي. كل من وعيكم وكل من اقول لكم يا جماعة الكلام ده كله هراء وكله كلام فارغ، والكلام ده كله حماس عايزة من وراه مصلحة شخصية، نطلع نقابل بوابل من الشتائم وبوابل من السباب. الكلام ده كله أنا بقوله دلوقتي ليه؟ أنا بقوله دلوقتي وقلته امبارح وهقوله بكرة، وهنفضل إن شاء الله نكرره، لأن إحنا بنحمل رسالة وعي للشباب المسكين المغيب الصغير، الشباب اللي مش عارف حاجة، الشباب اللي كلمة بتوديه وكلمة بتجيبه. احنا يا اخوانا لما بنوعيكم فاحنا غرضنا من كده مرضات الله سبحانه وتعالى اولا، ثم توعية هذا الشباب وهذا الجيل المسكين اللي طالع لا بيقرأ في حاجة ولا عايز انه يفهم حاجة، فقط مسلم ودانه ومسلم عقله لبعض الاصوات النشاز اللي بنشوفها كلنا على السوشيال ميديا. طيب حتى بعض الدعاة اللي سقطوا في هذه الفتنة، وهم ساقطون من الأصل، ولو ضربنا أمثلة ببعض هؤلاء الدعاة فاحنا طبعا مش هنخلص. زي مين؟ زي مثلا هذا الداعية الإخوانجي الحقير المنحط سلامة عبد القوي، اللي طلع قبل كم يوم واتكلم عن الشيعة وأنكر إن الشيعة يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واتكلم عن الحوثيين بكلام يعني ناعم قوي، وقال إن لم يثبت أن الشيعة يسبون الصحابة. وبكده سلامة عبد القوي بيوفر جهد كبير قوي على الجماعة اللي عايزين يهدموا، مش هقول بقى يهدموا مذهب أهل السنة، لا بالعكس، بيوفر على الجماعة اللي عايزين يهدموا الإسلام كلية وقت كبير. ليه؟ لأن هو لما يصدر لك، وأنا هقول أو أنا بقول يصدر لك دين الشيعة، دين وليس مذهب، الشيعة عندهم دين يخالف دين الإسلام، مش مذهب ولا مذهب معتبر ولا له أي علاقة. المذهب اللي بيقول بتحريف كلام الله عز وجل ليس مذهب إسلامي، المذهب اللي بيسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذ هذا أصلا فهو ليس بمذهب، إنما هو دين
يخالف دين الإسلام. فهؤلاء يريدون أن يمكنوا لهذا الدين الشيعي على حساب دين الإسلام، لأن الدين الإسلامي دين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا، هكذا قال الله عز وجل. يطلع لنا أحد الدعاء يتكلم اللي هو سلام عبد القوي، يقول إن الشيعة لم يخالفوا الإسلام في شيء ولم يسبوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يا راجل ده انت خليت وجد غنيم نفسه انتفض، انتفض وجد غنيم. انت متخيل لما وجد غنيم يطلع يرد على شخص إخوانجي وينكر عليه كلامه على مذهب الشيعة؟ حتى هاني السباعي التكفير الداعش المعروف المقيم في بريطانيا طلع هو كمان وأنكر على سلامة عبد القوي كلامه وخرافاته اللي قالها عن الشيعة. فالناس دي بتدور على المصلحة فقط، أينما كانت المصلحة فثم الإخوان. دور على المصلحة فين هتلاقي هناك الإخوان دي. سلامة عبد القوي طبعا عايش في تركيا، ويمكن كان قبل شهر كده طلع وقال أقسم بالله أنا على استعداد أن أنضم إلى الجيش المصري وأن أقاتل في صفوف الجيش المصري، وكذب والله، هو كاذب أشر. ليه؟ لأن ده أساسا بيكفر الجيش المصري وبيكفر قائد أو القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بل هو حرض على قتل الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما كلنا شفنا بنفسنا وتابعنا. فالناس دي اتربوا على الكذب، الناس دي اتربوا على الإفك والبهتان والإشاعات الظالمة الكاذبة ضد المخالف. خلينا نروح لداعية تاني من ضمن الدعاء اللي فضحتهم غزة، ما هم بيقولوا غزة الفاضحة. طبعا داعية تلاقيه ساكت 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 وفجأة كده يطلع لنا بحاجة نشاز، زي مثلا محمد أو الشيخ محمد حسان. الشيخ محمد حسان قبل كم يوم طلع قال قصايد شعر في إسماعيل هنية، وظل يتأسف لأهل إسماعيل هنية، وقال إن هو الآن نحتسبه عند الله من الشهداء. طب شهيد ليه؟ الرجل اللي مات في بلد أصحابها بيسبوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبيتخذوا من هذا دين، أين معالم شهادته؟ أين ذلك؟ طبعا احنا لا نعلم مصيره في النهاية، يعني نحن لا نعلم مصيره لأنه الآن بين يدي الله عز وجل، لكن ظاهره أنه لم يمت شهيدا. الشيخ محمد حسان طبعا ما قدرش أنه يخبي توجهاته وما قدرش أنه يخفي ما يكنه في صدره، فخرج وظل يترحم على الرجل وظل يدعو له وظل يقول أنه نحسبه من الشهداء. والحقيقة أن ما شفناش الشيخ محمد حسان عمل حاجة زي كده مع أي من شهداء الجيش المصري كما نحسبهم. اللي ماتوا في جهاد حقيقي، اللي ماتوا في جهاد حقيقي واللي كان همهم حراسة البلد، واللي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمثالهم عينان لن تمسهما النار، وذكر منهم وعين باتت تحرس في سبيل الله. فالجندي اللي على الحدود مقيم على الحدود بيحرس الحدود علشان انت حضرتك تنام مرتاح، ده نحسبه ان شاء الله في جهاد في سبيل الله. لكن واحد زي اسماعيل هنية كان مقيم بجوار القاعدة الأمريكية في قطر، وما كانش مكانه بعيد أبدا عن أن الإسرائيليين يستهدفوه هناك في قطر. طب ليه يستهدفوه في إيران؟ علشان تبقى حجة وإيران تطلع تقول هنرد، ويطلع الحزب اللات اللبناني ويقول هنرد، وتنتقل المعركة إلى أرض لبنان. حضرتك لازم تفكر، حضرتك لازم تكون واعي، اوعى تخلي الناس دي تضحك عليك. مش كل يوم والتاني بقى هيطلعوا يضحكوا علينا الناس دي، زي مثلا ابن الحويني هيثم الحويني اللي طالع بيتكلم عن الجهاد وربح البيع ومعرفش المسافة منين لفين. طيب يا حبيبي المسافة من قطر لغزة مش بعيدة، يا حبيبي انت لو حابب تروح تجهد في غزة اتفضل يا حبيبي، انت ممكن تروح بألف طريقة أو طريقة، مش قاعد لي في قطر انت وابوك واخوك وعمالين تتكلموا بسوء أدب عن المسلمين وعمالين تتهموا الناس في دينهم وفي وطنيتهم وتجعجعوا، وفي النهاية بيظهروا يا أخواننا اللي بيكنوه في صدورهم. أنا عايز أقول إن غزة فعلا فضحت اللي بضاعتهم كلها كلام، واللي خايفين فعلا على
الفلسطينيين المساكين اللي هم والله هم اللي بيدفعوا الضريبة دي. فما تخليش حد يضحك عليك، أنا عايزك يعني يكون هدفك أولا وأخيرا مرضات الله عز وجل، ثم يا أخي شغل عقلك، شغل عقلك، قول القضية دي استفادت إيه من هؤلاء جميعا، ماذا قدم هؤلاء الدعاة كلهم كلهم على بعضهم لهذه القضية. لن تجد شيئا، مش هتلاقي غير كلام، هم بضاعتهم كلام وفقط. فلا جماعة الإخوان ولا الحمسوي ولا أي حد ولا أي داعية من هؤلاء الدعاة الكذبة اللي بينفروا الناس من دعاة أهل السنة، وبينفروا الناس من المذهب السني، وبينفروا الناس من أنهم يستمعوا إلى الحق، هؤلاء ليس لهم أي مساهمة حقيقية لهذه القضية. نسأل الله عز وجل أن يريحنا من شرورهم، وأن يحفظ بلادنا من كل شر، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.